طيب مقادير الحشوة رح تكون 400 جرام لوز محمص، وكمان ومطحون طبعا ناعم جدا، 400 جرام من الكاجو المحمص والمطحون ناعم جدا، نص كوب سكر خشن، معلقة كبيرة ماء ورد، ومعلقة كبيرة من ماء الزهر. تمام، ايش بدنا هلا؟ نحكي كمان مقادير القطر كمان بالمرة. القطر ناخذ القطر. طيب نعمل القطر، رح ناخذ كوب من السكر الخشن، كمان كوب ونص من المي، ومعلقة كبيرة من عصير الليمون. خلي بس نقيم النشا عشان نعرف نشتغل. علاء أو آلاء عبد جبارات من الشوبك عم بتصبح علينا، يسعد صباحك يا آلاء. أم علي يسعد صباحك، هي من فلسطين وأول مرة بتشارك معنا، شكرا لك يا أم علي، دايما شاركينا وتابعينا. برنسس نور صباح الخير. إزيك تعمل؟ جايبة صحن عينة صحن صغير لأني عاملة هناك صحن كبير. طبعا. بدي أطل عليه على السريع بس أطمن بديش إنه هلأ سخنة بتطلع. تطلع سخنة خلص خليها. لازم يكون القطر بارد صح؟ حضري نحن القطر. هلا جايبه هذا عينه لاني انا عامله العجينه الكبيره. خلينا نستعمل هاي العجينه انا محضرتها من قبل، نفس المبدا. طب ايش المشكله واستعملتي هاي ولا بدك هاي تصير مرتاحه؟ بس خليها ترتاح شوي عشان الجلوتين اللي في العجين شوي يرتاح. هيا شوي. ما في مشكله، جايبه مليئه معي كثير يعني ما في مشكله. اوكي هلا بدنا نعمل وحده اورجيكم اياها عينه. بدي أقص العجين قد ما بدي. أوكي هلا كيف بنحضر؟ بنحضر الحشوة. هلا رح نعملها بطريقة كتير سهلة عشان أي حدا بقدر يعملها بالبيت، عرفتي كيف؟ بنحط، أنا عملتها كاشيو ولوز. أوكي هلا اللي بالفرن لوز وجوز. لوز وجوز. هلا بنحط، هلا لازم الجوز واللوز وأي إيش بدك تستعمليه لازم يكون محمص. يتحمص على الأخير. ويطلع ويبرد، يتحمص على الأخير بس مش ينحرق، يتحمص على الأخير عشان زيته يطلع وطعمه الزاكي يضل. وبعدين بس يبرد بتطحنيه ناعم ناعم، كل ما طحنتيه ناعم بسهل عليك الشغل وطعمه بكون أسكى. هلا بدي أحط لوز وبدي أحط شوية كاشيو مطحون، بدي أحط عليهم شوية قطر، قطر أو سكر. هلا أنا حاطة بالوصفة سكر اليوم بس أحط هلا شوية قطر. أوكي. شوية صغيرة. بتعرفي بحس القطر بعطيه جوسي اكثر هيك الطعم بيكون. شويه مزهر، شويه مورد. تمام اوكي وبنخلطهم مع بعض اياهم يصيروا زي المعجون، عرفتي كيف؟ زي المعجونه هيك. بعدين هاي المعجونه شوي كمان، أنا شوي طرية. هيك صارت شوي أحسن. هاي المعجونة بنحطها على طرف العجين. أوكي. بنحطها بهاي الطريقة. هلا هاي البقلاوة اللي هي أسهل يعني اللي هي ما بتضطر ست البيت تقطعها مستطيلات و أو معينات، بنحطها بهاي الطريقة. أوكي. بعدين بنلفها. بنلفها بهاي الطريقة. هلا ونحن بنلف بفضل بس نحط شوية زبدة عشان تلزق معنا. هلا بتقدري ما تحطي بس هي بصراحة هيك أسكى. عشان تعطيك القرشة الزاكية. عم بسألوكي إيمان، أم قاسم بتقولك شو فايدة الطحينة؟ ليش حطيت الطحينة؟ لأنها بتخلي العجين ما تقطع معك وتمد أسرع. تمد أسرع. شايفة حطينا هيك شوية زيت. نضل نلف وبالآخر. في سؤال كمان بقولك بصير يستعملوا بدل الورق الزبدة من النص ورق الجرايد ولا لا؟ لا طبعاً عليه حبر. الجرايد بضر وعليه حبر. لا طبعاً. لو ورقة من دفتر يعني ما في مشكلة. دفتر. ما في مشكلة. شايفة كيف؟ لفينا هاي. نجيبها هيك هون. نقطعها نقيم الاطراف نكبهم هذا مش يعني نقيمهم، بتقدر تشويهم طبعا بس هون بس عشان يخلوا لك المنظر مرتب. بتقطعي البقلاوه بهالطريقه بتصفطيها
ريحتها. اه ريحتها طلعت. يستكي. والمزهر بتصفطيها بالطريقه هاي. هلا بورشيكي اللي خلصت. حاولي تقطعيهم كلهم نفس الحجم. ان شاء الله تكون واضحه الفكره. في داعي اعمل واحده ثانيه ولا اورجيكم اللي يعني خلصت. خلينا نشوف اللي طلعت لكم من الفرن. طيب سريعا ايمان نجيبها من الفرن. يلا عجقة عندك. إيه أنا عشان خبزة ثلاث أشكال. ثلاث أشكال. يعطيك العافية. شايفة ما أحلى منظرها. شكلها بتشهي. بهاي الطريقة. تمام. بدنا نحط لها هلا القطر. تشريب خفيف لأنه نحن حاطين قطر أصلاً جوا. طبعاً في سكر. ماشي هتكون مبالغ فيها. بتقدر تحطي قطر على جنب، اللي بحب يزود القطر بزود قد ما بده. هيك صارت جاهزة، بس نزينها بشوية فستق حلو. أنت بدك تخليها بهذا ولا بدك تنقليها؟ لا بدي أخليها بالهذا. فيها شوية فستق حلبي. شايفة أحلاها؟ يا عيني شكلها بشهي. أسكى من هيك. الحشوة تبعتها كثير زاكية. طبعا الحشوة بتزبط، تحطي لها فستق حلبي لحال، جوز لحال، طبعا تحطي لها ايش ما بدك، بس أهم شيء نحمصه قبل ونطحنه.